امتثالا للتوجيهات الملكية السامية بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية، وقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقيام الجهات المعنية بالمباشرة في حصر الأضرار وصرف التعويضات وتوجيه معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية. باشرت قيادة خفر السواحل تلقي طلبات البحارة وحصر الأضرار التي تعرضوا لها جراء توقيفهم وإتلاف قواربهم نتيجة احتجازها في قطر لمدة طويلة أو الاصطدام بها مباشرة من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض البحارة المتضررين. بناء على أوامر سيدي معالي وزير الداخلية بشأن التوجيهات الملكية السامية بصرف التعاويض للبحارة المتضررين، تم حصر وتلقي طلبات شكاوي المتضررين من البحارة والذين تم توقيفهم بدولة قطر. وتواصل قيادة خفر السواحل من خلال فتح هذا المكتب باستقبال جميع الطلبات والشكاوي في الفترة الصباحية والمسائية، وما زلنا نحن مستمرين.